عبر سكايب من حمص انضم لنا بيبرس تلاوي الناشط الاعلامي. مساء الخير بيبرس، اهلا بك معنا. طبعا الاخبار كما تابعت معنا بالخبر السابق تتحدث عن ان هناك خلاف مع نظام الاسد يؤجل خروج الدفعه الخامسه من حي الوعر. نريد منك تفاصيل اكثر بحيث انت متواجد هناك. تحية لك من جميع المشاهدين الكرام. يتم الاتفاق ما بين لجنتي التفاوض حي الوعر مع قوات النظام من اجل ايجاد اليه لكي يتم نقل جميع الامتعه التي هم يريدون نقلها الاهالي من حي الوعر باتجاه مدينه جرابلس. هذه الدفعه التي تعتبر الخامسه من المفترض ان تخرج يوم السبت، لكن قد تم تاجيلها لحد الان. لا يوجد اي موعد محدد لاستكمال هذه العمليه. نوه نحن نقول لماذا هذا الامر؟ هذا الامر لان الدفعات السابقه التي خرجت باتجاه مدينه جرابلس عندما وصل الاهالي لم يكن موجود اي شيء استطاعوا من خلال الاهالي استخدامي. اولا احدى الدفعات وصلت لم يكن هناك، قد بدأوا ببناء الخيم. ثانيا تحدث عدم وجود الامتع التي هم بحاجه اليها الاهالي في تلك المنطقه، فلذلك الاهالي اثروا على انفسهم ويقومون باخراج ممتلكاتهم وامتعتهم من حي الوعر ويتم نقلها باتجاه مدينه جرابلس لاستخدامها هناك، لان المناطق التي ينصب بداخلها الخيم هي بعيده بشكل كبير عن الاحياء السكنيه والمدن. وايضا نتحدث على ان هذه الامتعه للاهالي هم يريدون نقلها، افضل من ان تبقى الاهالي وان تقوم قوات النظام مستقبلا بتعفيشها. طيب في هذه الحاله، يعني بما انه الاهالي يريدون ربما اخذ كل ما يستطيعون اخذه باعتبار كما قلت بان المخيمات هي غير مجهزه بالشكل اللائق، يعني هل سيستطيعون الانتقال في هذه الحاله؟ يعني نعلم بان العدد كبير، ربما السيارات غير كافيه غير مجهزه لنقل اعداد كبيره او اثاث معين. الامر هو بان قوات النظام الدفعه الماضيه فقط سمحت بثلاث شاحنات مخصصه هي لنقل الامتعه، ولكن الاهالي يطالبون المزيد من الشاحنات التي هي مخصصة لنقل الأمتعة. الأمر هو فقط أن تسمح قوات النظام بزيادة عدد الحافلات المخصصة في نقل الأمتعة من حي الوعر باتجاه مدينة جرابلس، هذا هو الأمر لا أكثر. وأيضا الأهالي الممتلكات هي لهم وهم يريدونها ويريدون يأخذونها لأن الخيم غير مجهزة. كذلك أمر نتحدث هو الأمر فقط عن ازدياد عدد الشحنات، وأن الأهالي هم يعلمون بأنهم هم خارجين ولا يعلمون متى سوف يعودون. طيب هل وإن عادوا في المستقبل سوف تبقى أمتعتهم؟ طيب هل اتضح إن كان النظام سيقوم بإرسال شاحنات أو أعداد أكبر من الشاحنات أو أكبر حجما لكي تستطيع حمل هذه المعدات وهذه الأغراض؟ حاليا يتم التحاور والاتفاق ما بين طرفي اللجنتين حي الوعر وقوات النظام من أجل إيجاد حل وآلية متكاملة لاستكمال عمليات الخروج الدفعات القادمة، وأيضا لوجود آلية مخصصة فقط لنقل الأمتعة طالما أن الكميات سوف تكون كبيرة وأن أعداد الأهالي الذين سوف يخرجون مستقبلا كذلك الأمر عددهم كبير. طيب ماذا بالنسبة للأشخاص الراغبين بالبقاء؟ كيف تتم تسوية أوضاعهم؟ هؤلاء متكفل بهم هي الشرطة الروسية التي سوف تقوم بإدخال لا يقل عن 100 عنصر إلى محيط حي الوعر، هم المسؤولين عن حمايتهم. ونتحدث عن بقاء نحو 300 مقاتل من الثوار سوف يبقون في الحي وبحوزتهم أسلحة خفيفة من أجل حماية الأهالي أي عملية تقوم بها قوات النظام. بالإضافة إلى هذا الأمر سوف نتحدث عنه بأن كل من سوف يبقى في الحي فهو سوف يتم تسوية أوضاعهم، وقسم كبير من الذين سوف يكون هم من الموظفين وهم من بشكل دائم يتواجهون باتجاه وظائفهم. شكرا جزيلا لك بيبرس تلاوي الناشط الإعلامي، كنت معنا عبر سكايب مباشرة من حمص.